2-1 بسم الله. قبل 500 عام تقريبا الطبقة المخملية والناس اللي كانوا يشتغلوا في الحكومة، يعني الناس اللي معاهم فلوس، كانوا يسووا مجسمات من السكر عشان يستخدموها في طقوس دينية. مع تطور الزمن وتطور طرق الصناعة ودخول الفنانين في هذا الشيء صار فن، لين الحكومة الصينية أدرجت فن الرسم بالسكر إنه فن تراثي وصارت تنشره حول العالم. من عنوان الفيديو باين إنه اليوم في مسابقة، لكن الحين حنروح إلى شخص هذا يعتبر ماستر من أفضل الأشخاص موجود في الصين، تكرم علينا بوقته يعطيها العافية، حتعلمنا كيف نسوي، كيف نرسم سكر، كيف نسوي هذا الشيء. لازم تركزوا بالدرس لأنه الشيء اللي حتعلمنا عليه هذا هو المسابقة، وفي جوائز كثير. الحين في الشتاء هو الوقت الأساسي للرسم بالسكر. حاليا بالمشوار أنتم سمعين صوتي كيف صار واضح، فلازم أقولكم على المنتج الجديد اللي أنا قاعد استخدمه، هو سيرامونيك بلينك 500 برو إكس. طبعا شوفوا عشانكم. أوكي شادي، هذا إعلان مو إعلان، هذه أول جائزة في المسابقة. أول جائزة، هذا من نصيب واحد، لسه الجوائز إن شاء الله في نص الفيديو راح تسمعوا الباقي. مدرسة عندها محل، لكن عشانها مشهورة والموسم حاليا منتشر مسويين لها كشك، يعتبر أكبر كشك موجود في نص المدينة. ما أدري هل هي الحين موجودة في الكشك حقها أو حنروح للمحل. هذه هي المدرسة لي، يعني كل هذه اللي في الصور كله شغلها، تخيلوا هذا كله من السكر. فهذا الكشك حق المدرسة لي مو موجودة، فالحين حنروح للمحل تبعها وحنخليها تعلمنا. يا رب ما تسحب علينا. تعالوا الحين هشرح لكم السكر. هذا السكر، هذه المادة الأساسية اللي هم بيستخدموها برسموا فيها سر مهنة، فما حتقدر تصرح لنا بالأسرار. في عندهم كذا بيبيع حجم صغير، إذا ما تحب تشتري بلوك تقدر تشتري هذه جاهزة وترسم فيها رسمة واحدة. هذا المفروض هي مكسة أوريدي سكر أبيض وكريستال شوجر وطلع هذا الشيء. هجرب أنا لحالي بقى في نهاية الفيديو. هذا كريستال شوجر وسكر أبيض وموية، بس كذا تسيح مع بعض بعد ما صار القوام هذه زي ما تشوفوا. شفتوا كيف هذه القوام اللي المفروض أنتم توصلوا لها وأنا المفروض أوصل لها بنهاية الفيديو. هذا الحين الهدف هذه المسابقة. يعني شوف ليش أحمر هذا والسكر أصفر، بتجيب ألوان طعام، بتحط ألوان طعام مع سكر فبتلون. عندكم حرية الاختيار، ارسم الشيء اللي تبغاه، ترسم شيء دائرة، ترسم مربع، ترسم تفاحة، ترسم مدري ايش هذا، ايش هذا ديناصور؟ حصان، أي شيء في راسك تبغى ترسمه ارسمه. قبل ما نشرح لكم المسابقة وعملية الرسم، تعالوا ناخذكم هنا بجولة سريعة نشوف ايش موجود. هذا سكر؟ هذا فلين، كنت أحسب هذا سكر، هذا سكر. فما عندهم كذا أشياء ثقافية ومدري ايش. كل اللوح اللي حولك هذه مسابقات وجوائز حول الصين، لما الدولة يكون عندها ايفنت خارج الصين بيرسلوها عشان تنشر هذا الشيء. بعد ما تورينا الطريقة عندي فضول أسألها إنه ليش أنت قاعد تسوي هذا الشيء. بسم الله وعلى بركة الله، خلينا الحين نبدأ بطريقة الفن اللي أنتوا حتسووه. ليتس جو. هذه القوالب اللي جاهزة هي سوتها. كل واحد لازم يكتشف المعايير الخاصة واللزاجة، ما لنا دخل بهذه التفاصيل. شوف شوف شوف. 发糖方法要用小火，不要火太大了，就是温度太高了，糖就糊了。انتوا حتجربوا مره حينحرق، حتجربوا ثاني مره حينحرق، رابع مره، خامس مره، ان شاء الله السادسه بتضبط. انا عشان لا ايجا جنان ده. ارنب. 对，这就是我们整个生肖小兔子。 兔子啊， ارنب. 线条呢一定要匀溜，给它连上，每一笔都要连上。 هذه الطبقة كأنه فيها زيت شيء. تقدر تستخدم ورق زبدة، حديد، أي شيء، المفروض إنه ما يلصق. إذا لصق جربوا شيء ثاني يعني عادي. أرنب ما شاء الله يا واد، هذه قالت اسهل شيء، شكل استهبال كان حق البيتزا. اذا ما عندكم هذه عادي استخدموا اي شيء كذا تبعت الحيط او اي شيء، ايوه تبعت الكيك، ترى قطعه حديده يعني مره بسيطه. قالت لي اختار شعار الهلال. شعار الهلال، شوف ترى فتحت الهلال بس شعار الجديد يعني تعرفوا، لا مشكي لكم. هخليها ترسم الحين الشعار حقي، توريني الطريقة بعدين أنا حرسمه. نو 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 ن
هذا اسمي الحين قاعد ينكتب.写字的时候呢，可以倒下笔，可以回笔，都可以。可以量一量，这个棍呢，要站到反面儿。哦，这翻过来，在糖在这个竹签上抹点糖，这就可以了，就可以到我们中间来了。沙迪，这就可以了。طبعا هذا اسمي شادي، طبعا تركيبة اسمي أنا اللي ركبتها بنفسي، شادي من السعودية، دي من دبي. قبل ما أنا أرسم بنفسي خليني أذوق هذا الشيء وأعطيكم رأيي بصراحة، يعني خلنا نجرب الصوت نكسر. حلو والله، أحلى من تبع سكوت جيم. أعطيكم الجائزة الثانية تلميح، شوفوا الجائزة الثانية هي مايك مختص بالASMR من سيرامونيك. هذا المايك اللي قاعدين تسمعون في الصوت الحين، لو أسويه ايوه اسناني حتتكسر. هذه الجائزة الثانية وان شاء الله في جوائز اخرى تكمل الفيلم. ده ده مخوا ده نو اوه ده هنا ده كده يو هندو ده تو ان امبر لا لا 那个左手不能上来放在放在下边对然后用右手握勺哎握着勺、你现在先按你自己的思想去画这个手最近不是上来对按你自己的想法然后我再教你哎好你先怎么画画一个圆圈、看着没好回哎这会儿你就可以来拉线条了哎对够了哎好等一下还是我的哈利你要抬起来不错也挺喜欢那个记一个挺像样的Allah, 不错、啊、对不错对等一会儿拿起来啊هذه ايش فراشة صح؟ لا امبريلا 到我这儿呢我们家传承已经是第五代了我们经常走进大学呀给外国的留学生也经常出国访问传播我们中国的这种传统的就是汤人艺术 مغيس هذه تجربة حية عشان انتو تشوفوا بعدين انو هذا الشيء سهل وتقدر تسووه هنا مكتوب قلب جوا حب هذه السنوات الصينية صح كلامك هذه السنوات الصينية 对海豚是个大抹片我画一画一下你看一眼啊你就知道怎么画的了要多倒一些糖哎用这用抹一下片应该吃的糖是最多的انا لازم اسوي كده الحين ايوه تستهبل انت راسم المظلم اعطيني هذه都是顺啊对对对顺着照的哎因为这个太少了、okay. 你抹不出来好这样哎好来再给你撑点糖الله بهدلت الدنيا起立然后尾巴哎呦ارسمي بدالي كويس عشان ما تفشل这地方对هذه ال对对对对对بعدين哦再回去الله تعالى先充满这个كان حشرة هذه عشان نكون عدلين انا حرسم الحين مظلة هذه كمان شلت عشان أوريكم الفن اللي راح يجي الحين أي شخص يقدر يشارك بالمسابقة تقدر تشارك بفيديوهات تقدر تشارك بصور تقدر تشارك إذا الرسم حقتك نجحت تقدر تشارك إذا الرسم حقتك فشلت يا أوكي يا تشيطة نعبني ده حرس مظلة بدون ما أشوف بطوة يا
صورتها هذا. اي يا اي شيء عشان تشعر بنضوء. اشوف الخطوط صارت مايله. اوكي. اي اي بنو يون سوتي اي يون سوتي يون تاونر. شادون يهور. انتم اللي حتقارنوا مين رسمته احلى. شوف بالله. شوف الفن. شوف الفن ايش هذا بالله؟ هذه كانها فراشه. والله حلو يا اخي. هذا فيل بس ما ادري هذا اللي تحتاج. شوفوا المسابقه انا اللي حاط الشروط، تقدر تشارك بتجربه فاشله، تقدر تشارك بتجربه ناجحه، تقدر تشارك بكذا فيديو، يعني اي تجربه تسويها صورها ونزلها، ما في اي شروط، ما في اي قوانين، تقدر تحط اي هاشتاجات، لكن افضل شيء انك تحط الهاشتاج اللي طالع الشاشه عشان من الهاشتاجات راح نختار الفائزين، تويتر وانستغرام وتيك توك، اي شيء متاح، تبغى تحط موسيقى، ما تبغى تحط موسيقى، تبغى تزود هاشتاجات، ما تبغى تزود هاشتاجات، الجوائز راح يكون فيه 8 جوائز. أربع جوائز مقدمة من سيرامونيك مايكات احترافية عشان نساعد صناع المحتوى، وأربع جوائز مقدمة أنا مني شخصياً، هي عبارة عن صناديق عشوائية، يمكن يكون فيها سنكات، يمكن يكون فيها بيض أسود، يمكن يكون فيها شيبسات، يمكن يكون فيها لبس صيني، صناديق عشوائية. بعد ما نخلص من هنا أنا راح أرجع البيت وأشتري سكر وأجرب بنفسي وأشوف هل راح أقدر أسوي زي هذا الخليط اللي الصراحة صعب. طريقة اختيار الفائزين راح تكون عشوائية، يمكن نختار واحد من انستغرام، واحد من التيك توك، واحد من تويتر، فعشان كذا إذا تسوي فيديو حطه في كذا مكان عادي، بس لا تكرر نفس الفيديو بنفس المنصة. أي شخص عنده أسئلة استفسارات زيادة على المسابقة يدخل على حسابي على انستغرام، حرد على كل الأسئلة وراح أثبت الأسئلة في البروفايل. بس والله أتمنى التوفيق للجميع وإن شاء الله الكل يفوز، يمكن نزود الجوائز إذا اللي انتشر الفيديوهات بزيادة.